الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهاد سبحانه وتعالى، إلهي بكريم هاد لي. وها ما أنت داهر أنت أول أركتانه هو نوري النعي ولوري هاي. ومركب كل يدي أنه وذكر أنه يسكون مهادنا. مرجع هاي تحسك توسي سا إن أرين تانا هاي تاهرين لو أرين قرن هاي تاهي صدحان قدر بلغة هاد لي بقى. قدر كان فيروس كا سلاو دي مدحوينو شيغي وحوي وينينو أمرادا قادنا ووحي تلوينا كتما دعا في مادكا يقود لو سميه الله وحان قدر يعون وان أنو مهدلقيا إماناتكا إنو سو قدومدي وحان انشاء الله هاي قدر إني ميلبادن المعاوية ويديسا أرنت الأدونك هو أرن ميليسيباوي يو لوكال سرينين WHO دوا نلتشو حفيس باو كفرين هلكا حوين لو يرا وحي معاونا وبان هلا ويتي سباوي تاس وان قدر لها وحا كان قدر لها ان سيفل سوسايتي نقاد يو سونيا يو سنصف وين فرنس سنتر تليفونا وقف كي حانو سنيا وحلقا يا باينا انو دكتور دا وقوني تليفونا دولا ليش كفوك تهي وقفك وخصوص درو التليفون إلى ها كاسان شو جاوا نحن سنية يسكت تجا إنه فرص سنتر كا هذا اللي له إن أو سيا نين نين كوك على كذب كوك على إن الله فنوي ودتك حن سنية أي الله صو حريرة تقالوا حن قدر يا نحرزت دولتنا وين نحرزت أو عشورت أنت كي رئيسا وقت كان مجانا نسعي كلل تاجرين تا يشارر كنا إنا وحلا استرا أو أي دتك حقال إنه قلنا إنه حريص تما يعني برينا علم الدين هو حنقع سنينا إنه مساجد توجية حرم كي ولا حلا حرم كي حرم كي صلاة دي سبورة كنا هاد إيه الحلا مركا وقتي إنه مساجد إنه مهلان نظيفة بدل مهلان وحلا ويجي مر لحارة على جيابة هالكي كعنتك شريت مسارك أنا وتصاريسا أنا لو بيجي قاعد دوم مانو تجين موجتهاي، وحنشاء علينا أن نلاش كهرباء، ما كنا نسأ إبادة، ملك سيله وحنا قدرين مساجد، وحنا مساجد كداية، سيد الله حلا حرم كي أدون كنا لوا حري، مساجد كت شو شيء دتك أوي رسان، وفق سو بوري سا كت شو كده ما، تان واحد شرتاء إن، سومالا دي سومالا وتا، الحين هو تمر في عمرو دقيو، يا قدوم يا شو ما تمر في عمرو دقيان، سومالا هو وطن قارنا. وجمهوريت بوي مريها وحاس عطاء شيك عرورات إن توسع إن أنا إن جينا مكان هي الصومالية أنا سيبو ود فكرين وحنا الشيك الله هو خرس الله هو ذنك لا خيره خيره ما هو حبلي ولا هذا هذا الصومال الله يحل صاره هو أن هكذا سوين تجي يا هو سوي شيء باش أنا إير رهولي يقول يعني وركم أقولين أنا يهويا الصومال الله وح خيره وسوق حي يكوي نظام باكرة إنستيوشن باكرة وأقول له أنا وضع هذا الله سوماليا إنك سو هي غلط وما أنت سوماليا وح أي مجد حي رباتي ما شفته وح وضع ما نوضع هذا الله ما كله بحويان يلا يا حبده هلا تشوش دي مش هذا هلا تشوش ما كسر على على هذا حد حالي هذا أنا وهم كله بحنا دولة دي محمد استاذ في أود دم يصير دولة كتر مرسى سوماليا إلا هذا الدولة ما هي سوماليا ما أنا بأفر سنة ولا إيمان إسا حواق على عقا أروف سنة إسا أغلى أنس بدل إسا وحوية سومان لان أدير دلت بها أود ننتهي ما أنا نتعين أن نحوينه هل إسي ولا هو أنه يمكن كشي كين إسا يعني وحينا سوم مريبا أنه مكان ما بحث سوصنا وحوية دم يسيت يو محمد سيادة إذا عدس كشي يجيو وحالا وقا وانا يدو عيارتك قبالك قبالك هذا هو ودك وكا مغنين تيبا أنه مكو دم يسور بها هذا الوحوية مدحونا وعدي وانا عدينا سومالي هدا مركور الله بلوني انا ولا هذا الله ديار بنو نحي فقار الله هذا الله انترناشنال كوميونتي تشوت لكن واحد مقارن ساي سرادين لا هذا اللي عيا لك عيا يو سومال اير وحاس كوك عي ميس وحنا لنا يقف سومال سومال وين دورينا دشنتي هكين اسماعيل عمر قال وحنا لي هدا سومال وين دوري سو ويلكم ديار ما هنا تشوتك أبي أحمد يقول أن رمضان مكرز وسرع
waxaan leenahay haddaad doon sida ciidan Soomaaliya Ethiopia wax wada qabsadaan soo daakile ka shanaad oo shantii Soomaadaan sameeyno oo anagu shantii Soomaaliya hal dal ah aanu markaa ka qayb galayna integration-ka magaalada Saayay Hong Africa laakiin killer kan haysan ayaa Soomaaliya Soomaali ku dalaya adigu wax isweydiinaya wartada Ethiopia oo markii horeysay oromo madax noqotay toban badbaadi doonta under the oromo leadership yeah ma Ethiopia ma sii jiri karaa isweydiinaya isna wuxuu leeyahay Soomaaliya Soomaali ku daraya ana waxa weeye mowqifkay hadaan nahay ucid wada hadalada wadamada safka hore ka soo qayb geli maaya Jabuuti ka soo qayb geli mayso yaan ku talin Ethiopia ka soo qayb geli mayso Kenya ka soo qayb geli mayso Eritrea ka soo qayb geli mayso aanu interest gaari lihi laakiin waa ogol lahaa inaan meel fakaara ah neutral countries inaan ka soo qayb gaano Afrika wala lagu daraabo taabka waxaan leeyahay adeer Muqdisho quuso taada ka shaqeey tiina ka shaqeey ana waxaan qabsanay alxamdulillah rabbil caalamiin Eritrea 30 sano qoreysiyati 30 sano oo dhimanaysay oo jabood is qaabiyeen oo is khilaafiyeen they never gave up ana waxaan wax leeyahay 30 sano joog 30 sano maxaa ka xumaaday jamacada samaysay dulkaagi baa joogta xun iyo xun laguma alaha barinta laguma soo saarin wixii ku dhacay ila wadi lacagta hooyada waxay tahay lacagta barkimaan gashan jirtay habeenkii waxay soo dhacay inay baarayaan maanta lacagta khaanada kugu jirta adeer waa xoreeyseen dulli baa ilaahay naga qaaday dulliga soo ceshanina haddii Soomaaliya wax tarsa iyaga sagaajin laha yaa la wahadla ma jiraan gaalka ayaa laba dowlad ka jira Puntland land baa soo baxay wadda kale oo saddexaad xageen ku jireen marka adeer salaadiinta waxaan leeyahay aanu salaadiinta aanu qaadin reerooda ka shaqeyn jireen Soomaaliyeed ayaan ku shaqeyn jiray aqilint reerooda nimana ugu mar reerkood wuxuu ku soo noolaaday ayaa siyaasada international galiyay salaadiin aad u fiican oo si fiican u hadashay way jirtaa aad iyo aad markaa soo fiicayeen Sudan barre u dambeeyay Sudan Maxamed baa jiray Sudan waxa jira Cabdiraxmaan si fiican buu hadlay salaadiin kale iyaduna ay arintu ka sii barxatay waxaan leenahay dowladda xaq baa leedeena hadashaanu mar hadaanu sharciba jirin sharci qofkii Soomaaliland ku xadgudbaa traitor noqdaa haddaan halkaa lagu toogan jirin qaar lagu toogan waxba noqon mayn dalka loo referendum loo sameeyay ee loo dagaalamay ee loo dhintay qofka intuu iska hadlay ilaahay midnimo waa traitor waa sharci laga soo saaray waa in sharci laga soo saaraa isagoo muuqana la xukuma sharciyada bangaalada shaqo qabatay mid 25 sano doondoonisay ay qabato la diliyaa qofku waa kuma maqan baa la xukuma maama ku yimaadoon sharci baa laga soo saaray insha Allah ta'ala de waxaan leenahay tan golayaashana maanta de waa solidarity oo waxba iska sheegi mayne ilaahay khayrka inoo badiyo subxaana wa ta'ala khayrka ilaahay inoo badiyo ilaahay ficilta kale ilaahay naga joojiya madaxweynuhu bariyaha uu suray ilaahay isna ha ugu wado subxaana wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh